ونبتدي بماتش النهارده ونرحب بضيوفنا كابتن محمد صلاح نجم الزمالك والمنتخب الوطني اللي بيشرفنا لاول مره. اهلا بيك يا كابتن، نورتنا. كابتن تامر صقر المحلل الفني لاون تايم سبورتس، وطبعا زميلنا اسر حسين المحلل الرياضي. كباتن هنستعرض كالعاده المعلومات والجرافيكس ونسمع تعليقاتكم على المباراه، بس الاول قبل ما احنا قبل ما يكون معانا اتصال من غينيا بيساو، اسمع رايكم في المباراه كابتن صلاح. يعني النتيجه هي اللي مش عاجباني، رغم ان مستوى الفرقه ما زال مفيش ثبات، نلعب شوط وشوط لا، التغييرات ساعات بيعدلها حسام بس بتيجي متاخره شويه. انا بقول احنا افضل من كده بكتير، يمكن بعد التوقف لغايه حضرتك عارفه ان الماتشين الجايين هيبقى في مارس 25، يقدر يجيب لعيبه تانية ويختار ويبقى عندنا مستوى ثابت، اللي احنا عندنا محترفين بس مش قادر يحركهم في الملعب او يديهم البوزيشن بتاعهم المظبوط. تامر، بص، طبعا قبل المباراه كان كله متوقع ان مصر هتكسب وهنوصل ل 12 نقطه وتبقى افضل انطلاقه لمنتخب مصر في تاريخ تصفيات كاس العالم يعني. فالتعادل في ظل الاداء، ان احنا ما جيناش الشوط الاولاني خالص، احنا بدايه من الشوط الثاني نعتبر منتخب مصر وصل الملعب، غير كده الشوط الاولاني لا، اداء سيء من كل اللعيبه. الشوط الثاني فيه لاعبين اتحسنوا شويه مع بعض التغييرات الجيده من كابتن حسام حسن، غيرت شويه الشكل، والجون الرائع طبعا اللي جابه محمد صلاح. فكنت اتمنى نتيجه افضل من كده، ولكن ان انت تجيبي نقطه وتبعدي غينيا بيساو من المنافسه، لان غينيا لو كانت كسبت ووصلت ان يبقى في فرق نقطه، وبوركينا تكسب النهارده يبقى فرق نقطتين، اعتقد هيبقى منافسه ثلاثيه هتبقى صعبه جدا. ودلوقتي لا، فرق 4 نقاط اعتقد ان كافي ان مصر تبقى في وضع افضل يعني. اسر، يعني كان في الامكان اكتر بكتير مما كان، نتيجه مش عايز اقول سيئه بس هي مش على قد اسم منتخب مصر، كنا متوقعين نكسب هناك. يحسب لحسام ان في تطور نسبي، المباراه اللي كانت هنا يمكن بدا كويس وترخينا زي ما كان كابتن محمد صلاح بيقول في الشوط الثاني، المره دي يمكن ما دخلتش الماتش كويس لكن عرفت ترجع، وعرفت ترجع بره، دي حاجه كويسه تحسب لحسام حسن. تغييرات بعضها كان جيد وبعضها ما كان يقدر يغير بيه المباراه، لكن ده ما حصلش. فهو حتى ماشي كمدرب خطوه بخطوه، لانه برضه انا عايز اعتبر ان حسام حسن مدرب طوارئ، لانه جه استلم بعد خروج من كاس امم فوسط انحدار جامد جدا، وفي لعيبه بتمشي ولعيبه بترحل، وبيشيل ناس كانت بقالها في المنتخب 4 أو 5 سنين يعني حاجزه مكانها كده في المنتخب بالعافيه. فبعتقد يعني المساحه الوقت اللي لحد المباراه القادمه في مارس 25 تدي له وقت زي ما كان كباتن بيقولوا ان تخلق عناصر جديده، لكن في ظل العناصر دي اعتقد الشوط الثاني كان اقوى شويه من اللي عملناه الشوط الاولاني. طب خلينا نشوف بعض المعلومات، وهنتكلم عن حسام حسن وهنتكلم على غياب يعني صانع اهداف، لا يوجد صانع اهداف في او صانع العاب في المنتخب المصري. يعني ونشوف الاول ترتيبنا في المجموعه زي ما قلنا للاسف. طبعا بعد التعادل وصلنا ل10 نقاط، كان نفسنا طبعا تكون العلامه الكامله 4 مباريات 12 نقطه، لكن الحمد لله على كل شيء. غينيا بيساو 6 نقاط، دلوقتي احنا على بعد دقائق قليله استاذه لميس من انه تتلعب مباراه هتفرق معانا جدا عشان نعرف شكل المجموعه. بوركينا وسيراليون قصه هتفرق، لو افضل نتيجه لمصر بعتقد هي تعادل طرفين، برضو حتى لو حد فيهم كسب الثاني هبقى عارف فرق النقاط بيني وبين اقرب منافس، لان لو 7 نقاط خلاص انا عارف ان انا محتاج اوسع الفارق، ان في 3 نقاط بيني وبين اقرب منافس. لو تعادلوا انا محافظ قبل سنه من استكمال ال6 مباريات الكامله استاذه لميس على فارق ال5 نقاط، هيبقى اقرب حد ليا غينيا بيساو فرق بين 4 نقط، والاثنين اللي تحت برضو زي ما كان كابتن تامر بيقول بعدتهم عن المنافسه. بس احنا بوركينا لو كسبت، كابتن صلاح، بوركينا لو كسبت سيراليون احنا بنتكلم في 7 نقاط، واحنا كان المفروض نكون 12 نقطه النهارده، ف7 ده قرب منا جدا. شوف اقول لحضرتك حاجه بس عشان الناس تبقى مطمئنه، والله ما في فرقه منتخب تقدر تعدي مصر يا كابتن صلاح، ما دايما بنقول كده. بص على يعني بس احنا ما عندناش الرغبه ان احنا نكسب الماتشات. يعني قول لي بقى الكلام ده، احنا ما عندناش الرغبه ولا ما عندناش القدره؟ لا الرغبه، لان انت عندك ناس تقدر تعمل لك اللي انت عايزاه بس ما حدش بيقول لها. يعني النهارده اول مره ازعل ان اللعيبه عايزه الماتش يخلص تعادل. انت حسيت ان اللعيبه عايزه الماتش ده حمدي فتحي بيعمل فاول، عايز يعمل فاول عشان ناخد وقت. اللعيبه عايزه الماتش يخلص تعادل ولا حسام حسن عايز الماتش يخلص تعادل؟ ممكن يبقى الاثنين. الاثنين كابتن حسام راضي بالنقطه، لان النقطه برضو احسن له من الزيرو. بص يا لميس، احنا
اخر ماتش صعب هو ماتش غينيا بيساو. ليه؟ لان ده المنتخب الوحيد اللي بتلعبيه على ارضه وسط جمهوره. المنتخبات البوركينا عندنا بوركينا بره كابتن تامر، لسه عندنا بوركينا تاني، بوركينا في المغرب بالظبط. لا ماشي، وانت في المغرب انت يعتبر ملعب محايد، لا يمكن هتلاقي فيه جمهور بوركيني قاعد مالي ملعب في المغرب، فالمباراه بتبقى 50-50، فانت عندك فرصه كبيره جدا ان انت مفيش فرقه هتلعبيها على ارضها وسط جمهورها تاني. وكمان عندك ثلاث ماتشات على ارضك، يعني بتكلم في غينيا اللي بيساو اخر ماتش على ارضك، لو محتاجها ثلاث نقط هتكسبيهم. سيراليون على ارضك، اثيوبيا على ارضك، وجيبوتي بره ومع ماتش سهل. فانا شايف ان النهارده طبعا زي ما ياسر بيقول، لو طلع نتيجه بوركينا وسيراليون تعادل، يبقى انه فقد النقطتين النهارده في مباراه غينيا مش هتاثر في حاجه. طيب كابتن صالح، انت ضحكت لما انا سالت السؤال، هو اللعيبه بس اللي عايزين التعادل ولا كابتن حسام حسن كمان؟ لا، هو حسام عايز يكسب، بس يعني ايه، اخسر ولا تعادل احسن؟ طيب. وانا في احنا بقينا بناخد الاسوأ يا جماعه. لا. اخد الاسوأ ولا اقول لحضرتك الرغبه عند يا جماعه دي الحصاله. ايوه يعني معلش انا اسفه. لا هي مش حصاله، ده احترامنا للفرق الافريقيه كلها. انا بص، غينيا بيساو اخر ماتش حصل ايه؟ اتعادل اعتقد مع جيبوتي على ارضها، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. مع اثيوبيا على ارضها، مع يعني مع اثيوبيا على ارضها. انا بتكلم حضرتك في حاجه، انا ما بخافش ان فرقه تلعب فرقه، ان الافارقه كلهم شبه بعض، ودي اقل مجموعه في المستوى، قد يختلف معايا. واقل مجموعه في المستوى انت مش عارف تتصدرها بفارق كبير عن الاخرين. هقول لحضرتك ليه، انا بقول لك الرغبه. ما شوف انت، احنا جايبين حسام حسن ليه؟ عشان يبقى عنده اراده او رغبه ينقلها للعيبه، اللي هي الروح، الحماس، الروح، الاصرار، اكل النجيله. ما حصلش في الماتشين. انت متفق مع ما قاله تامر وكابتن صلاح، انه اللعيبه ما كانش عندهم الرغبه في الفوز، ولا ما عندهمش قدره في الفوز، ولا رضيوا بالتعادل؟ الاثنين. بتفق مع الكباتن في حته الرغبه، لانه في لحظات اللي لعب كوره استاذ الميس عارف انه فاضل دقيقه، انت بتجمع لاعب وبتعلق لفوق وعايز تاخد الكره الثانيه والسكن بول وتحط اي واحده عشان تحاول تجيب الجون. لا، هي اللعيبه بتنقل من تحت مرتاحه قوي، حتى في لقطه المدافع مش فاكر كان منعم الاربعه بيقول ليش ناوي على مهلك. فهنا قصه ممكن فعلا تكون اللعيبه او وصل لهم احساس انه نطلع بالنقطه امن بدل ما تيجي الكره عكسيه علينا. حسام حسن ما اقدرش اتفق انه كان عايز التعادل، من تغييراته كلها حتى لو يعني كان في حاجه منها صواب، التغييرات وحاجات تانية ما مشيتش معاه، لكن كلها لفوق، كله عايز يغير. يعني يمكن انا ممكن الومه على انك اخرت اللعيب اللي زي ناصر ماهر انه ينزل مثلا. احنا عندنا اصلا ندره يا استاذه لميس والكباتن عارفين الكلام ده، في اللعيب الدريبلر والواحد على واحد او اللي عنده المهارات الفرديه في العالم، ما بالك في مصر ما فيش. فما عندي زي ناصر ماهر، مصطفى فتحي، انا عايز الواحد على واحد ده يخلق لي حل في ماتش زي ده. طب انا بس عايز اذكر ان غينيا بيساو دي في بطوله امم افريقيا، هي دي يعني كانت اخر مجموعتها، خسرت الثلاث ماتشات، نيجيريا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائيه، مفيش غير كده. ليه الحصه اللي حضرتك بتقول عليها؟ اما هو ده اللي بقول، حصاله المجموعه. انت هذه مجموعه لم تكن قويه، وبالتالي احنا كان المتوقع ان انت تكسب الماتشين فتبقى ناطط لل 12 تبقى مستريح. خلونا طيب نشوف المباريات القادمه للمنتخب المصري. آسر، أولنا بقى أستاذ لميس خلاص في مارس إن شاء الله القادم. مارس بقى وعليكم خير. ها، مارس وعليكم خير السنة الجاية، وربنا معنا يحيينا ويحييكم. إثيوبيا بره، هنلعب في مباراة إثيوبيا بره، وأعتقد دي مباراة مهمة، لأن برضو أقدر أحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله بره، وبيبقى مناخيا صعب. مناخيا صعب جدا، صعب إثيوبيا جدا. ما بيلعبوش برضو في إثيوبيا، بيلعبوش في اثيوبيا، يا بيلعبوا في المغرب، بس ما بيلعبوش في اثيوبيا. انا مبسوط ان كابتن تامر قال الجزئيه دي، لان حتى احنا المفروض عندنا التواريخ دي لحد دلوقتي يا استاذ لميس اللي محطوطه، لكن ساعتها في طبعا وسط مسابقه احنا عارفين يعني عامله ازاي، مسابقه مصريه عامله ازاي، وتاجيلات كتيره، ساعات بيحصل تفاهم بين الطرف الثاني من اللي هيلعب منتخب مصر والاتحاد الافريقي ان ممكن تاجل يوم او يومين، زي ما حصل معانا في مباراه بوركينا وغينيا بيساو. فهي 17 بعده باسبوع على طول تلعب مع سيراليون، بس لو في لعيبه دوليه او في اجاد ممكن بترحل يومين او ثلاثه في المواعيد، ممكن يعني تختلف يوم او يومين. بعد كده عندنا ننقل بقى من سبتمبر، تخلص الماتشين دول تخش على اثيوبيا عندك في مصر، الماتش السهل المفروض كابتن تامر قال عليه، ثم بالنسبه لي يعني اهم لقاء وهو بوركينا في الخارج، هيبقى مشكل الدنيا خالص بالنسبه لك، لانه انا بعتقد هو المنافس المباشر لمنتخب مصر، مع احترام لغينيا بيساو يعني، لكن بوركينا هي المنافس المباشر، ثم جيبوتي طبعا حتى لو بره منافس سهل جدا لمصر، وتختم ان شاء الله في 3 اكتوبر نكون صاعدين ان شاء الله يومها قبل ان شاء الله بنلعب الماتش ده بدري قوي يا جماعه. بقول لكم يحيينا ويحييكم. طب نشوف مصر في التصفيات، نشوف صلاح. طيب طبعا صلاح نجمنا العظيم، فرصه حلوه ان احنا ماتش حلو، سوري يعني جون حلو، جون حلو جدا، جون حلو جدا لصلاح،
واحد اتنين والهدف شكل اجوال محمد صلاح. واحنا معانا بقى محمد صلاح المدرب. محمد صلاح هو عايز يقول دي، هو عايز يقول في لعيبه تقدر عوضوا على الكره دي اكيد. يعني الكره دي بالذات لان محمد لعب في البوزيشن بتاعه ما فيهاش في تاليف. يعني هو الراجل اللي عمل تاريخه كله من الحته دي. صحيح. يلعب في نص الملعب بقى بلاي ميكر مش عارف ايه، ممكن يعديها بس مش زي دي. فلما لعب مكانه لعب كرات عرضيه كويسه، وينج رايت في ليفربول، وينج رايت بيجيب اجوان وجاب. فده نرجع نقول ان انت هتحاسب حسام حسن ابتداء من شهر مارس اللي جاي. صحيح. تقدر تقيميه فعلا من مارس الجاي. ليه؟ لان حضرتك هتسمعي بقى النغم. احنا لسه واخدين الفرقه والمنتخب بقى لنا يا دوبك اسبوعين، ما اشتغلناش ما عملناش. فالسنه دي هيبقى عنده حريه اختيار يسال عنها وتقييم بالنسبه للنتائج، مع ان النتائج بقول لك سهله جدا ان شاء الله. هتحاسب حسام حسن من مارس الجاي؟ ما اقدرش احاسبه، ده مصر اتحاسب. لا انت ليه حبيبي انت اعلام احنا نحاسب ما نحاسبش ليه؟ لا مش دلوقتي، ما اقدرش احاسبه دلوقتي. مارس اللي جاي زي ما كابتن صلاح قال مارس هيبقى في لعيبه جديده اكيد طلعت، وهيبقى هتلاقي التشكيل كمان ممكن يبقى مختلف تماما. الفتره اللي احنا فيها دي يا رميس جت ضد منتخب مصر، لان انت عندك يا اما لعيبه الاهلي والزمالك عندهم اجهاد، يا اما لعيبه المحترفين خلصوا دوري فكانوا واخدين اجازه، فكان اللياقه البدنيه بتاعتهم مش كويسه. فهو ده ان انت تطلعي مع المنافسين المباشرين معاكي تكسبي بثلاث نقاط وبعد كده بنقطه، كنا نتمنى طبعا ثلاث نقاط، ولكن اربع نقاط مع اثنين منافسين اعتقد ان النتيجه معقوله. كلمني عن محمد صلاح. النهارده استاذ رميس يعني يوم مناسب ان احنا نقول فيه ان دي كانت المباراه 98 لمحمد صلاح، فاضل له مباراتين قادمتين خلاص يبقى حقق بقميص المنتخب 100 مباراه بقميص المنتخب. طبعا افتكر اول مباراه دوليه كانت ليه 2011 قدام سيراليون وكسبنا 2-1، ارقام عظيمه جدا. لانه على يعني دايما بنحسبه استاذ رميس انت لعبت كم ماتش وجبت قد ايه، فعدد المباريات لعبها 98 مباراه يبقى عندك 88 مساهمه هدفيه، رقم كبير جدا. سجل 57 اسيست، يعني اسيست في الصنع 32 بالظبط، مساهمه الاثنين التسجيل والصنع، مساهمه تبقى اسيست يعني اجمالي الاثنين بالظبط الاجمالي. فسجل 57 هدف، رقم كبير جدا، وبيقرب من يعني حتى مثل هو الاعلى او اسطورته حتى في المدير الفني بتاعه دلوقتي اسطورتنا حسام حسن، بيقرب من الرقم بتاعه وصنع 32 خلف طبعا كابتن حسام اللي جايب 68 في عدد طبعا مباريات اكبر بكتير. 22 طبعا مباراه ضمن تصفيات كاس العالم، سجل 16 على فكره محمد صلاح هو هداف منتخب مصر في تصفيات كاس العالم، ده يبين قد ايه هو العنصر الحاسم في المباريات اللي بتبقى مؤهله دايما لكاس العالم. تريزيجيه قصه بقى، يعني هما الاثنين مع بعض، هما يعني لازم الاثنين يجوا ورا بعض، لان دول انا بعتقد هما الامل او مفتاحين اللعب الاساسيين لمنتخب مصر، سواء في التاهل قبل كده يعني في ماتش الكونجو تبقى الدنيا مقفله وهنطلع بره كاس العالم، تريزيجيه ينزل ياخد 2-3 من المدافعين، يقع ياخد البنالتي، صلاح يجيبها في المشهد العظيم ده، وصلاح وتريزيجيه ياخدونا لكاس العالم. نفس القصه دلوقتي اخر يمكن 10 لقاءات لمنتخب مصر، سبع اهداف لتريزيجيه، اخر خمس اهداف هو اللي مسجلهم النهارده صلاح. فتريزيجيه ومحمد صلاح هما العنصرين يقدروا يغيروا الماتش في اي وقت يا استاذ رميس، وانا اعتقادي زي ما كان كابتن محمد صلاح بيقول تقدر جدا وخلاص، يعني بعتقد ان انت قادر جدا، فكره الرغبه بس وشويه روح يعني، وحسام ما يتخافش عليه في القصه دي. لكن انا عندي الاثنين دول، انا واثق ان في اي لحظه دول يقدروا يغيروا مباراه وياخدونا ان شاء الله لكاس العالم 26. تريزيجيه في بوركينا فاسو كان متميز، نمره واحد، هدفين، مجهود ممتاز، مش بس الاهداف، فكره المجهود، فكره اللاعب اللي فعلا بيبذل مجهود واقصى ما لديه. النهارده شفت تريزيجيه بنفس القوه؟ ما حضرتك قلتيه اكتر واحد واحسن واحد في المباراه، ومجهود اكتر ما كنا نتوقع، لان كان بيلعب بطريقه مختلفه حسام في الشوط الاولاني. النهارده الماتشات بين يعني بينه وبين الماتش الثاني اربع ايام صعب، لازم كان يرتاح سفره، لازم كان وفيها سفر. فانت ما تجيش تطلب النهارده من تريزيجيه المجهود اللي عمله في الماتش الاولاني، ولذلك النهارده يعني ثواني يعني هي هو الماتشين ما يقدرش يلعب نفس المجهود في مباراتين متتاليتين؟ يقدر، بس اختار له المباراه الثانيه في واحد عمل فيها مجهود كبير جدا عشان اريحه يقعد معايا، ينزل مثلا زي عاشور، ممكن نتكلم بعد كده على عاشور، هنتكلم على او انت حاسس ان الناس اتفرجت عليك فهتمسك تريزيجيه، ده جايب لك جونين واحسن واحد في المباراه. وبعدين حاول النهارده يعملها ان هو يرجع ويروح، بس هو مش قادر. طب حضرتك في اخر موسم، احنا في شهر 6، اللاعب المصري كابتن تامر، اللاعب المصري يعني معلش انا بشوف اللاعبين في كاس العالم، في امم افريقيا الافارقه، أيوة في اوروبا، وهنتكلم على اليورو بعد الفاصل. لكن انا بكلمك على لاعبين بيلعبوا الماتش ده وماتش بعد 48 ساعه وبيبقى بنفس الاداء ونفس القوه. بس في عذر يا رميس ان انت في اجواء صعبه، انت بتلعبي الساعه 4 الظهر
في رطوبة عالية جدا في أجواء حارة في سفر 8 أو 10 ساعات، فطبيعي إن أكيد اللعيبة هتتأثر بدنيا، مع إن أنت آخر فترة آخر ماتشين ليك يعني مش ده مش منتخب بس، ده في أهلي وزمالك. لو بصينا على فاينل الكونفدرالية أو فاينل الأبطال الدوري الفريقين وقعوا بدنيا الشوط الثاني. تمام، أنا بتكلم هنا على تريزيجيه محترف، طريقة اللعب يا أستاذ لميس ما محترف إنه... والدوري بتاعه خلص بقاله أسبوعين، فطبيعي إن هو في فترة راحة فأكيد هتأثر عليه برضه بدنيا. فعشان كده بقول لك الماتشين دول جم في وقت غير مناسب في اخر سيزن بالنسبه للمحترفين، وفي وقت اجهاد لعيبه الاهلي والزمالك. اعتقد ان في مارس الوضع هيبقى مختلف تماما. ياسر طبعا حتى كمان يعني استكمالا لقد ايه او يعني حجم التاثير، خاصه العام اللي فات كاس الامم زي ما حضرتك ذكرتي، ومرورا بالتصفيات، هو هداف المنتخب من 2023 24 برصيد 7 اهداف منذ ظهوره الاول طبعا، وظهر في المنتخب بعد محمد صلاح في 2014. بعتقد برضو تكمله الكلام الكباتن طريقه اللعب كمان، يمكن الشوط الاولاني بتاع بوركينا الطريقه اللي بدا بيها كابتن حسام اللي كان فيها مغامره وفيها ذكاء يعني الشوط الاولاني، وقدر يغامر يعني يغالط بيها المدير الفني لبوركينا فاسو، كلنا ما كناش متوقعين التشكيله دي، كان فيها جري كتير جدا. فتريزيجيه تحمل عبء ان هو كان بيلعب فكره الوينج باك اللي 3-5-2، فكان جري تقريبا اكتر من كل لعيبه المنتخب المصري، فدي يمكن اثرت عليه كمان مباراه النهارده. طيب خلونا نشوف رحله المنتخب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ونرجع نتكلم بقى على المباراة، الأخطاء الدفاعية، ليه ما فيش صانع أهداف أو صانع لعب، الشناوي، حسام حسن، هنتكلم عن التفاصيل بعد ما نشوف هذه المعلومات. إذن تعادل إيجابي 1-1 بين مصر وغينيا بيساو، أنا مش عاجبني التعادل، كبعض الكباتن بيقولوا معلش نقطة أحسن من الهزيمة، ومرة أخرى بقول إنه هذه الفرق كان يجب أن تكون حصالة المجموعة، وإن أنت تقدر إن أنت زي ما أنت لازم تجيب أهداف كتيرة لازم تجيب نقاط، يعني إحنا كمان بقينا يعني لو جبنا جون خلاص بنفرح ونمشي، لو جبنا جونين بنفرح ونمشي، فكرة إن أنت تبقى حصالة تجيب 2 و3 و4 احنا ما بقاش عندنا الحلم ده. مفيش شوف هو مش حلم، هي امكانيات، احنا تربينا لما بتجيبي جون لازم ترجعي مثلا، بس المدرب ما بيقوليش ارجعي بنفسك كده لوحديكي، زي زمان حضرتك على ايامنا احنا عشان انا قديم شويه، لما تيجي تلعب في افريقيا يقول لك ايه يا رب تخسر واحد وتيجي تعوض هنا. سياسه غلط، فاحنا تربينا على كده عشان الناس دي مظلومه. لكن انت لما تجيب حسام حسن اللي هو صاحب الروح والدافع والرابع عند لازم يوصلها للعيبة، انت ما تجيب جون تجيب 2 و3 و4، يعني المباراه الاولانيه انا توقعت ان انت هتكسب 4-5. حسام حسن خايف، خايف لان هو خايف من الانتقادات، لو النتائج ما بقتش جيده عارف ان هيبقى في انتقادات كتير قوي، وهو اكيد عايز يكسب وعايز يبقى على امل ان هو يبقى بعد كابتن جوهري ان هو يوصل منتخب مصر كاس العالم، فطبيعي ان هو بيلعب وهو مضغوط وبيلعب واكيد
يعني هو برضو دخلوه في مشاكل قبل ما نلعب الماتشات، قعدنا بقى في مشكله محمد صلاح ومشكله عمر كان عبد الواحد، فلما بتدخلي المدرب في مشاكل كتيره قبل الماتش اكيد التركيز بيقل. اتمنى بقى الفتره اللي جايه عندنا فتره 9 شهور ان الدنيا تهدى شويه، عنده دوري هيكمل، عنده لعيبه، وبعدين ده مش دوري ده بس، ده قبل ما يلعب ماتش هيبقى فيه، دخلنا في نص الدوري بتاع السنه اللي جايه، فاكيد هيبقى فيه لعيبه جديده ظهرت، هيبقى فيه لعيبه منتخب اولمبي، هيبقى فيه تجربه جيده جدا في الاولمبيكس، اعتقد ان نص الفرقه ممكن تبقى متواجده مع منتخب مصر في شهر مارس. هو حسام حسن الان من فكره الهزيمة، وبالتالي هو لما بيحرز هدف زي ما كابتن صلاح كان بيقول خلاص بقى نجيب الجون ونرجع، بالنسبة له الأمان إن أنا أرجع أدافع عشان أبقى مطمن، وبالتالي مفيش الدافع بتاع الجون والتاني والتالت. لا يا استاذ ميس، بعتقد هو حتى تكوينه الفني كمدير فني عكس ده خالص. حسام حتى يمكن وصلت لمراحل اما كمدير فني مثلا الزمالك كان بيغامر اكتر من لازم، حتى كان الجمهور يعني بيقول له، فهو عنده دايما الحته دي. انا بعتقد ان هو اللي ممكن يكون مخوفه شويه فكره انه حاسس انه من قبل ما يبدا يشتغل في انتقاد او في ناس مثلا مش موافقه على وجوده، او في تربص شويه، واسمه الكبير كرويا على مستوى انه اللاعب مؤثر طبعا على الضغط ده كمدير فني استاذ ميس. لكن حقيقه انه بدا الكره رهانات، يعني انا شايف ماتش بوركينا فاجئ مدير فني بوركينا، رقصنا احنا كمان ما كناش عارفين انه هيلعب 3-5-2. الشوط الاولاني خدت اللي انت عايزه منها، فكره انه الباك العكسي، يعني كان في فكره ونفذها انه تريزيجيه هو مفتاح اللعب ويلعب الوينج باك على طول الخط او على الفلانك زي ما الانجليز بيقولوا، وسجل منها الهدف الاولاني بمهاره فرديه، والهدف الثاني صلاح بيلعب الكره الثانيه اللي قاطع على العارضه البعيده هو الباك العكسي اللي هو تريزيجيه، خدت منها اللي انت عايزه. كان لازم زي ما كان كابتن صلاح بيقول يا استاذ لميس اللعيبه هنا تخلص ثالث في رابع في خامس. الحقيقه رحنا على الجون بس ما كانش فيه توفيق، يعاب علينا شويه الشوط الثاني، كان لازم تغيير فني، دي ما حصلتش قوي من حسام. النهارده العكس، اللعيبه داخله الماتش مجهده او زي ما كان كابتن تامر بيقول وصلوا الملعب بس. الشوط الثاني لا، انا هتدخل، والحقيقه برضو عشان نكون منصفين طبعا متضايق من التعادل وموافق جدا على اللي حضرتك قلتيه في المقدمه، منتخب مصر باسمه المفروض لا يقبل انه يتعادل مع الفرقه دي، لكن كل ان لم تخن الذاكره المدربين الاجانب اللي جبناهم في تصفيات كاس العالم، مطلع طبعا حسن شحاته بره الحسبه، لما كان بيخش فيهم جون بره ما كانوش بيعرفوا يرجعوا، بل بالعكس كنا بنشيل سكور بره من فرق فقيره جدا. حسام قدر يرجع وكان ممكن يجيب الثاني طبعا لولا الكوره اللي كان فيها سوء توفيق من محمد صلاح في اخر المباراه. طيب نبتدي الاول بالخطا الدفاعي في الجون. هو النهاردة كان بيلعب ايه؟ أربعة ثلاثة الأول يعني خلاص عبد المنعم وربيع قلبي دفاع ومحمد هاني باك رايت ومحمد حمدي ومحمد حمدي غلطة مين الجون؟ ربيع 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 وحمدي شويه خطا مشترك، بس ربيع اكتر طبعا، لان ربيع اصلا رايح والكباتن يعني لعبوا كره عارفين اكتر. ما حدش لا وربيع رايح رايح بدري يا استاذ رميس، وسايب مساحه كابتن صلاح كبيره قوي بينه وبين وعموما في اساسات في الدفاع لازم اقطع الاول، لو ما قطعتش بعمل بلوك. جابوا عندنا فهو جابوا دخل قرب من 18 جوه 18، فابتدى يعني في خوف ان انا المسه، درجة حتى هو بيشتت الكرة الثانية جت في اعتقد في اللعيب اللي كان مع محمد اللي كان واقع فصلحت للراجل. لكن بعد كده عشان بس ما نحملش ربيع، مين نص ملعب اللي بيدافع؟ مين المفروض يبقى في الحتة دي؟ وده سؤالي، هل عندنا مشكلة في قلب الدفاع المصري؟ بعد طارق حامد بعد طارق حامد وقلب خط النص كمان؟ ما هو طارق حامد هو قلب خط النص. هو يا كابتن محمد لا قلب الدفاع في قلبي الدفاع اللي هم الاثنين اللي هم الاثنين اللي في النص. انت ما عندكش حضرتك بعد الونش ما عندكش غير الاثنين دول اللي هم رامي وعبد المنعم. يعني انا شايف ان رجوع الونش الفتره اللي جايه اكيد هيحل المشكله. ياسر طبعا ياسر ابراهيم برده كان في احسن فتراته. واحمد حجازي ما اعتقدش. احمد حجازي صعب لان الموضوع بقى فيه سرعه، يعني احمد حجازي مش هيستحمل السرعات اللي عند المنتخبات الافريقيه دلوقتي، فهيبقى ممكن يبقى موجود بس مش هيبقى ليه دور اساسي يعني. بس انا عجبني يا رميس تدخل برضه حسام حسن ان هو غير الطريقه في الشوط الثاني للطريقه اللي كسب بيها في الشوط الاولاني اللي هي 3-5-2، بس عملها بطريقه ان راح مودي زيزو، راح مطلع محمد هاني وراح مودي زيزو كباك رايت وده حسنت ليه بطريقه ان وجود في الشوط الاولاني محمد هاني وزيزو وصلاح بيعمل زحمه في الجبهه اليمنى، فبتلاقي الثلاثه مفيش مساحات ان هم يقدروا. لما الشوط الثاني لقيت زيزو بقى بيستلم من نص الملعب تحته وعنده صلاح قدام، فبقى في مساحه ان هم
يخلقوها ان هم يقدروا يهاجموا. طب يا كباتن، بما انه الشوط الاولاني بتاع بوركينا فاسو اللي هو لعبه ب 3-5-3 ده 3-5-2 كان هو اللي فاجئنا، ثم لما عدل الشوط الثاني لما عدل الشوط الثاني ب 3-3 بس هو بيعملها من جوه الملعب، هو بيخلي حمدي فتحي بدل من نص الملعب جنب مروان عطيه، بيبقى نازل هو جنب ربيعه وعبد المنعم، وبيخلي زيزو ومحمد حمدي هم اللي في نص الملعب. طيب مصطفى محمد اتصاب في ايه؟ دقيقه 18 في الدقيقه 15 طلع جاب نزل اوفا لاعب صغير لاعب ايه غلط، وانا برضه وبعدين اوفا طلع في الدقيقه 90 ونزل ناصر ماهر. انا مع كابتن صلاح. طب اسمع بقى رايكم في هذه التغيير كابتن صلاح. حضرتك صلاح، بس انا ضربت حسام دايما وهو انت ماشيه في السكه معاه لازم يخلق حاجه الناس تتكلم عليه، ان هو جاب حد صغير ما اختلفناش، بس امتى وفين ومع مين؟ مش صغير حتى كابتن، تخيل بقى مين؟ اوف لا يعني قصدي جديد يا كابتن. جديد في المنتخب طبعا. لكن انت لما تطلعي مصطفى تلعبي مين؟ المفروض شريف مثلا. انا لو هالف هلاعب صلاح راس حربه، انا كنت هعمل كده، هلاعب صلاح وهنزل يا اما امام عاشور يا ناصر ماهر في نص الملعب واودي زيزو ناحيه اليمين. لازم ناصر كان لازم لو ناصر ماهر صح. عاشور قاعد ليه؟ سلوك ولا اصابه؟ هنيجي نتكلم على عاشور بس ارجع تاني اوفا وبعدين 90 ننزل ناصر ماهر. انا حاسس ان تغيير اوفا كان دفاعي اكتر من هجومي، ودفاعي بمعنى ان بوركينا عندهم اطوال كتير ماشي دفاع ولا عمل حاجه يعني، هو عايز فهو ولا عايز حد والله. بيساعد الدفاع في الكورنرز وفي الضربات الثابته يعني نفس فكره مصطفى محمد. لو كان بقى عمل فكره محمد صلاح في راس حربه وزيزو ينزل ناصر ماهر في نص الملعب كنا المستوى الاداء كان هيتحسن اكتر. لا انا مع كابتن صلاح في كل كلمه قالها الصراحه، لانه في ماتشات بتاعت مهاجمين معينين. اوف انا مبسوط اصلا ان هو انتخب المنتخب، كان نفسي بقى ليه عين عليه من بدري، مهاجم قوي جدا مسجل في الاهلي والزمالك ما بيخافش، بس هو حتى نازل مشحون او مخضوض شويه، لانه في اول دقيقتين خد انذار عمل فاول كان ممكن يكسرني كارت. هو نازل بحماس اللي هو عايز يعمل تاكلين بس الشعرايه كابتن تامر اللي هي بين الحماس صح وبين شويه تهور صح. فده كان ماتش شريف، كان ممكن التغيير اللي بيقول عليها كابتن صلاح وكابتن تامر ان اخلي صلاح يتحرر شويه بناصر ماهر. بعدين فكره استاذ رميس الكويره النهارده، انا حسام تدخل رجعنا المباراه، اللعيبه فهمت انه مش هينفع ترجعوا مغلوبين من الارض دي، وبدا حسام واقف على الخط والكلام ده كله. زي ما كنا بنقول في هنا على المقدمه، في ندره في العالم في اللعيبه اللي عندها كوره، انا محتاج لعيب زي مصطفى فتحي هيحل لي في ماتشات زي دي، لعيب زي ناصر ماهر الكوره الاخرانيه دي هو ده دي مثل لعيب المهاره استاذ لميس، بيكسر الخطوط مش محتاج تقول له على التعليمات، هو بياخد القرار، الكوره قرار، هو خد القرار، خد خط الظهر كله وداها لصلاح على يعني متهيئه جدا لولا سوء التوفيق. امام عاشور بالتاكيد نزوله في الشوط الثاني كان مش جاهز يعني هو مش جاهز. طيب امام عاشور هل كان عدم مشاركته في الشوط الاولاني عقاب ولا ارهاق ولا اصابه؟ من جريته شايفه ارهاق من جريته يعني. ياسر بيقول ان هو مش جاهز. اسمع كباتن. لا انا اتفضل. لا اتفضل يا محمد. لا والله شوف انت بتضحك، انت دلوقتي انا مرهق، اللي يرتاح اكتر تريزيجيه ولا عاشور؟ بس عاشور عليه مشكله، يا اما سلوك يا اما اصابه، في الحالتين ما لعبش. انا كمدرب يعني، انت كمدير فني ما نزلوش. طب كعقاب خليني بس ما تنزلوش عقاب ولا ما تنزلوش ارهاق ولا ما تنزلوش الاثنين إيه؟ لو مصاب اخاف عليه ما ينزلش، لان عندي ناصر ماهر احسن منه الايام دي، وهو عامل سلوك او يعني احنا قرينا حته كده ما سلمش قعدته، وده الوحيد اللي قعد صح، التغيير الوحيده بس. هل هو حد ينزل 11 اللي بداوا التغيير الوحيد؟ انا بشوف انها خطه لعب، ان هو قرر محمد حمدي هيرجع يلعب باك ليفت، فهو هيلعب فرشور بره ارضه باثنين هاف ديفندرز، فهو الاختيار ما بين زيزو وامام عاشور. هو حمدي يعتبر لاعب مكان امام زي ما حضرتك بتقول. انا بعاقبه ولا بعاقب الفريق ولا ايه؟ لا هو لا مالهاش دعوه، لو كان بيعاقبه ما كانش نزل شوط ثاني لميس كان. لا ما هو شاف ان الماتش رايح، انا رايي مش جاهز. هو عاقب لو واخد ان هو هيعاقب لعيبه ومش عايز يلعبه خلاص، ولا هيبتدي بيه ولا هينزله. هو لا كان استبعده كمان. كابتن اسف بس اسالك سؤال، يعني ايه مش جاهز؟ يعني الشوط الثاني 4 ايام 3 ايام ما هو طالع مصاب يا كابتن صلاح. ايوه بص بقى يا استاذ لميس، مصاب اماميه ولا ايه؟ عضليه طبعا. عضليه لو حاجه تانية ما كانش هي. لا 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 خلينا بس أيوة. احنا مش فاهمين، هو كان مسك رجله الخلفيه، هو مسكها وهو طالع، وبعدين قالوا اصلها الاماميه اصابه عضليه الحمد لله مش حاجه في العظم ولا في استحاله تخف بعد 3 ايام. عشان كده بقول لحضرتك كابتن انا رايي حتى يعني اقول لك على حاجه، هو نزل
هو امام لمسته معروفه، غير شكل الملعب، لكن مش ده امام برضه. ايوه ماشي، فانا قصدي انه مش جاهز من الاول. انت بتتكلم على مستواه، لكن انا بتكلم على الاصابه، خفت بقدره ربنا ولا طيب سؤال، هل الاعلام الرياضي ضاغط على امام عاشور؟ طبعا، بس ده كوره كده يا استاذ لميس. انا مش متعاطف ولا 1%. انت لعيب لعبت في الزمالك بحجمه وجماهيره، ورحت ميتلاند ورجعت على الاهلي، انت لعبت عارف فين؟ عارف يعني ايه لعبت في الزمالك والاهلي؟ انت فاهم انه الحركه دي مش سهله، وبيتقال لك كمان مش بس كده، عشان القدرات اللي عندك، فده على قد ما ربنا بيدي لازم تبقى قد ده. بيتقال لك انت مستقبل رقم 8 في مصر ونجم المنتخب لا انت، ما انت بقى قصاد ده لازم تكون قد التيشيرت ده. طب ماشي، بس امام ما بيلعبش 8، بيلعب 10 مش كده؟ لا 8 ما بقاش في يعني بيقل 10 هو دلوقتي. لا هو ما بتضحك ليه يا كابتن؟ انا اصل انا بصي ال 8 و9 و6 دي في المدرسه، في اللي هو على الـ على الـ على الـ على, الـ على البورد. لك احنا متفقين كلنا ان عاشور عنده امكانيات يعني من احسن الناس. لا لعيب لعيب وعنده لمسه وعنده طبعًا. لكن لازم، انا بقول له لو سمعني، خلي بالك ان ربنا اداك موهبه، حاول تحافظ عليها، لان لو ضاعت منك مش هترجع لك تاني. صح جدا، النصيحه من اخوك، وانا في الحقل القاري مثلا 50 سنه. ليه؟ لان كل واحد يعني مش عايز اقول يعني بيعاند ربنا خلاص، وفاكر ان هو بصحته او بسن في إيه؟ لا هو بيدخل نفسه في حاجات هو حاسس مش بنفسه في مثلا غرور شويه. والنادي الاهلي مش كده، فالنادي الاهلي انا بقول لك هيصبر هيصبر عليك شويه. لو حد تاني جه زيك او هيبقى احسن منك صح. افتكر كلام، افتكر كلامي كلامي يعني بعد فتره كده هتلاقي، شوف امام فين وكهربا فين، والنادي الاهلي عنده مبادئ. ده حقيقي، ممكن استنى شويه عليه. الكره علمتنا لو هتتعالى جوه الملعب او حتى بره الملعب هيبقى في مشكله كبيره، هتبطل بدري قوي. فعشان كده كل ما يعني في النجوم كل ما ربنا بيديها كل ما بيتواضع وكل ما بيبقى ماشي صح وبيبقى يعني راضي. يعني انت شايف ان هو بيتعالى يا اسد؟ لا مش بيتعالى، انا مش قصدي على امام عاشور، انا بتكلم على فكره اللعيب لما بيبقى صح. حاسس بنفسه قوي بيبقى في مشكله بره وجوه الملعب. لا وانا مع الكباتن كمان استاذ ميس، يعني يمكن على قد ما الناس بتحبه او شايفه، وعلى فكره اهلي وزمالك يعني حتى جميل نادي الزمالك بتقر انه الراجل موهوب وعايزينه في منتخب مصر وكده، لكن على قد ما بيحبوه على قد ما خايفين فكره انه الصعود القوي ده ان الموهبه، لانه شفنا لعيبه زي امام مش عايزين وكتر. الصعود الى الهويه يعني. طيب الشناوي حارس منتخب مصر، يبقى الشناوي حارس منتخب مصر ولم يختبر النهارده بالنسبه لي يعني. ولا الماتشين لم يختبر. في كرة احنا كنا بنجادل في الماتش الاولاني ان شوبير ياخد لان كان ماشي، والاستاذ رميس الحارس عشان يقف لازم يلعب على الاقل ماتشين او ثلاثه، مش كله تمارين يعني، عشان احساس، ويمكن الجون اللي جه فيه احساس صح. لو في حالته البدنيه العاليه يطلعها. المشكله الوحيده في ماتش شوبير ان انت ما ينفعش تبتدي اول مباراه دوليه في مباراه صعبه مع منافس معاكي في البطوله في التصفيات زي بوركينا، فكان صعب. لو كان فكره مصطفى شوبير كان ممكن ياخد دور في مباراه بوركينا، كان لازم يلعب في مباراه نيوزيلندا او كرواتيا، لكن اول صح. مباراه كده رسميه صعب جدا يعني، طبيعي لما بتدي فرصه الحارس بيبقى في مباراه سهله، مباراه مثلا هنا جيبوتي بتلعبيها ما فيش ضغط، علشان يقدر ان اكيد لو كان غلط غلطه الشناوي دي كانت ممكن تاثر على مشواره بعد كده. الشناوي لا لسه عشان حارس كبير، فلما يغلط برضو الناس بتفوت له. صانع العاب، المنتخب محتاج ايه من هنا لمارس كابتن صلاح؟ ان يجهز زي ناصر ماهر، احسن لاعب احسن لاعب في مصر دلوقتي. وعلى فكره نرجع بس يمكن الكلام مش عاجبك شويه، الزمالك يحسن ليه؟ مش لعبت الكره اللي في ناصر ماهر كويره كده يا عبد الله ومصر، فابتدت تلعب الكوره قال لك بقى المدرسه رجعت والقصه. لكن هو المنتخب محتاج حتى لو عاشور بيلعب يبقى الناصر جنبه، ايه المشكله؟ لانك عشان توصلي ناس للجون انت بتجيبي صلاح تدخليه جوه عشان يعمل بلاي ميكر. صلاح ما يعرفش يلعب بلاي ميكر، صلاح عايز يجيب جوان. صلاح عنده بوزيشن معين مكان معين المنتخب محتاجه. كابتن صلاح قال حاجه في الزمالك بيلعبوا الكره استحواذ دلوقتي 80%، ليه؟ عشان في احمد حمدي، في ناصر ماهر، في عبد الله السعيد، فانت طول الوقت مستحوذه على الكوره، ف صعب يدخل فيك جون، وفي نفس الوقت ال 20% اللي الفرقه بتسيب لها الكوره فيها بيبقى صعب قوي انها تحرز اهداف، فعلى طول مسيطره ومستحوذه بيبقى انت اقرب للفوز. المنتخب يبقى محتاج ايه وحسام حسن محتاج ايه؟ لا محتاج لاعبين كتير في اماكن، لازم توجد لاعبين في اماكن يعني، محتاج نشوف باك ليفت مع فتوح وحمدي، محتاج نشوف واحد زي عمر جابر ده ما ينفعش يبقى متالق ويبقى بره المنتخب، محتاج يبقى في بلاي ميكر زي ناصر ماهر وقفشه واحمد حمدي، لا يعني محتاج كتير، محتاج توجد راس حربه برده مع مصطفى محمد.
فاعتقد التسع شهور دول مده كافيه لكابتن حسام حسن ان هو يوجد لعيبه على الاقل بديله. تصريحاته بس حسام حسن محتاج استكمالا إيه؟ لكلام الكباتن بالنسبه لي كمان يا استاذ رميس الاولى بقى يعني على سقف الاولويات محتاج ايه؟ محتاج مسابقه واضحه لان ده انعكاس على اللي بيحصل في المنتخب. اما اجي دلوقتي ندي حسام حسن عذر، في ناس بتقول عذره، في احنا بنقول مثلا طب ليه بندي عذر؟ عشان اللعيبه مضغوطه والمسابقه مش واضحه والاهلي بيتاجل له والزمالك بيتاجل له وبيراميدز وهكذا. النهارده كلام طالع من اعضاء في اتحاد الكوره ان احنا الحل ان احنا المسابقه نخليها مره نستثناها ونلغيها في وقت مثلا منافس زي بيراميدز ده اول مره بيتصدر بفارق، في وقت ان الزمالك بعيد عن المنافسه، في وقت ان الاهلي بقى بيراميدز بيفرق عنه، تيجي تقول له اصل مش عايز العب. الناحيه الثانيه انديه بتطالب بانه لا ده مش هينفع واحنا ضمننا مقاعدنا الافريقيه. لو في مسابقه واضحه حسام حسن هيعرف يحط اجندته الدوليه، هيعرف حجم المعيار البدني فاللعيبه ما تقعش منه، وطبعا هيبقى في تشكيله غير دي خالص. يعني لو هو اتزنق في المجموعه دي زي ما الكباتن بيقول استاذ لميس، لا هيختار على مهله خالص لعيبه ثانيه خالص. لو احنا بنتكلم على ان السنه اللي فاتت والسنه دي موسم استثنائي، لا ده السنه الجايه واللي بعدها فيها بطولات اكتر، فدي هيبقى مشكله. عايزه تعليقكم سريعا على تصريحات حسام حسن. قال لمراسل اون تايم سبورتس: سعيد بالاداء وبمستوى اللاعبين، قدموا ما عليهم وحاولنا تفادي الخساره ولا نلعب انفسنا، وتابع لابد ان ننظر لانفسنا، متى تاهلنا لكاس العالم؟ متى اخر مره فزنا بكاس الامم الافريقيه؟ لا نواجه انفسنا، وسعيد مثل الكثيرين من الجماهير التي بتفهم كورة. وقال سعيد أني متواجد مع منتخب مصر مثل الناس المخلصة، ولا أهتم بالبعض الذي يشكك في المنتخب، هناك قلة قليلة تحارب المنتخب، هناك البعض يخاف أن ينجح المنتخب ولا أعلم ذلك. هو ليه القصة كلها أن أي انتقاد؟ لا لا لا, لا. هو أستاذ الانتقادات لا، مكاني أنا هنا دلوقتي أنتقد زي ما أنا عايز، لكن مش في حسام. أنا بتكلم على الشكل العام بتاع المنتخب، اداء، تغييرات. حضرتك بتسال سؤال لازم نجاوب، لكن هو لو هياخد الموضوع شخصي هيرجع تاني زي ما تامر قال ان المشاكل هو اللي عملها بتاعت محمد صلاح ومرموش هو اللي عملها، فلازم ينسى الفتره دي. احنا متفقين معاه خلاص، وزي ما بقول لحضرتك هيتحاسب بين مارس، لكن انا بقول لك هو هيغير شكل المنتخب حتى في الاختيارات. طب تعليقك يا تامر؟ يعني معلش المره دي احنا بنتكلم على انه في 9 فرق داخله كاس العالم، هذا يختلف من افريقيا، هذا يختلف تماما طبعًا عن طبيعي. التصفيات طبعًا التصفيات طبعًا السابقه. يعني انا مش دي مع ودي اسهل مجموعه، فهو ليه حاسس انه اي انتقاد للاداء؟ انا قلته لك يا رميس ان هو المشكله ان قبل ما يمسك هو على طول بيبقى عنده احساس ان بيبقى اي انتقاد بيبقى هو بسبب ان الناس مش عايزه حسام حسن يبقى مدير فني. كابتن محمد قال في فرق ان انا انتقد اداء لعيبه او حصل مباراه سيئه، ولا انتقد ان انا ابقى قاعد بنتقد في حسام حسن فقط ان انا لازم يمشي. لا، الراجل لازم ياخد فرصته كامله. أنا صحيح صحيح، ولكن انا حساسيه الانتقاد بقت عاليه جدا، انه اي حد اصله بيهاجم المنتخب، اصل مش عارفه ايه. مش يا جماعه نكسب. هو مين وهنبتدي نخش بقى موضوع مش وطني ووطني معظم المدربين الفنيين ما ينفعش الكلام ده، لازم نقبل النقد. الجزء الاولاني يا استاذ رميس من التصريحات اللي حضرتك قريتها لنا بالحسام، يعني بعتقد انه بيحمي في اللعيبه، وده يعني تعودنا على حسام حسن في كده، وبيشيل الضغط عليهم انه انتوا عملتوا اللي مطلوب منكم تاني 45 دقيقه اللي بتاعت الشوط التاني وتمام وهنكمل. الجزء التاني طبعا هو اللي مش موفق فيه خالص، لانه زي ما كابتن صلاح بيقول كابتن تامر لو رحنا في حته بقى اصل، وبعدين برضه حته يعني ملاحظ كذا حد من اللعيبه القدامى واللعيبه اللي لسه يقول لك اصل اللي بيفهم كوره ما بيفهمش كوره، الشعب المصري كله بيفهم كوره، كل ما حد يبقى بينتقد يقول لك اللي بيفهموا كوره. هو الناس من حق النقاد والجمهور ان ينتقدوا طبعا المدير الفني والاتحاد والكوره واللي بيلعبوا، امال يعني طبعا. يعني ده على فكره هقول لحضرتك حاجه، مين اللي جابه؟ الجماهير. الجماهير الجماهير هي اللي جابت حسام حسن بالظبط، ناقصه فيه فاي انتقادات. وبعدين هو 9 فرق في افريقيا المفروض توصل لكاس العالم، مين يعني معلش يعني المفروض ان غينيا بيساو اللي توصل، سيراليون اللي توصل وانا ما اوصلش، ما تكلمونيش على تصفيات كاس عالم اخرى. مصر بقى عندها مشكله في الفتره اللي جايه ان ما ينفعش كاس عالم ما توصلش فيه يعني احنا مش في مجموعه لا فيها السنغال ولا الجزائر ولا المغرب ولا نيجيريا ولا الكاميرون، ما تكلموني احنا في مجموعه سهله ولا صح تونس حتى صح. طيب طبيب المنتخب قال انه اصابه مصطفى محمد باربطه في الركبه، معرفش دي بقى اصابه ايه،
ربنا يسلم يعني أشعة. اتمنى يعني اتمنى ان الاشعه تطلع سليمه لانه الاربطه ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا ممكن تبقى جزع اعتقد يا كابتن صلاح ثلاث اسابيع على طول الكوره دي لما بتبقى في قوه في قوه هو ريح رجليه شويه فالكوره لما جت كتير هتسمعها في لا قدر الله نتمنى بس برضه استاذ لميس معلش انا اسف سريعا لا حاجه مصطفى اتصاب دي عشان يعني ده برضه يعني لكل اللعيبه اللي كانت بتلعب معاه في الملعب عشان راجل يعني مصطفى الوقت اللي احنا كورتنا قليله هو كان بيخش يلتحق كورتنا قليله بيعمل السبرنت لحد اخر الخط هاخد الكره من الجون هغلطه فربنا يا رب يشفيه. نخرج فاصل وبعد الفاصل احنا لسه مع الكباتن والمره دي هنتكلم بقى عن كوره تانية خالص فين في اليورو كوره تانية خالص بعد الفاصل. وزي ما قلت لكم قبل الفاصل كوره تانية خالص احنا يوم من يوم الجمعه لمده شهر كامل كوره تانية خالص 24 فريق اوروبي يتنافسون على بطوله اليورو 2024 النسخه السابعه عشره وهتتلعب في المانيا على 10 ملاعب المانيه وهنتفرج بقى على كل حاجه على رونالدو على مودريتش على امبابي على كل اللعيبه بقى ومنافسات عظيمة آخر نسخة كانت إيطاليا هي حاملة اللقب كرة تانية خالص بقى نمتع علينا شوية نتفرج بقى غير نتمتع بقى شوية نتفرج على الكورة. طب نشوف طبعا احنا بنتكلم هنا في كام ست مجموعات كل مجموعة فيها أربع فرق آسر بيقول إن دول بالنسبة للسكواتس يعني الأقوى فرق عندها مثلا فرنسا عندها تشكيلتين أو ثلاثة مرتاحين جدا فيهم اقوى لعيبه موجوده في الدوريات الخمسه انجلترا نفس القصه والبرتغال نفس القصه لاول مره تخش معاهم من عندها رفاهيه جدا في العناصر مش بالضروره حد فيهم ياخده لكن بالنسبه للسكواتس او بالعناصر دول اقوى ثلاث فرق من حيث العناصر يعني طب نسمع الكباتن انتوا رايكم يعني اسر اختياره وتحليله ان فرنسا انجلترا البرتغال الثلاثه دول بالترتيب كده يعني ممكن فرنسا وانجلترا مناصفة وبرتغال تخش معاهم تاني انجلترا بقى لها كتير قوي ما خدتش ومش تاخدها كباتن اسمع رايك انا بحب المانيا لان شفت الفرقه فيها تجديد وعناصر جميله جدا انا اسباني لا يعني بس رايك الفني انه مين المرشحين ليورو 2024 يعني غالبا هيخش معاهم يعني مع دوله المانيا تامر ممكن ادخل اتنين معهم المانيا واسبانيا لانها فرقه صغيره ممكن برضو تادي بصوره جيده وارشح كرواتيا فضيت كاس العالم 2018 لسه وبشوف حتى في المباريات الوديه اللي كانت ايام السابقه لسه كسبت البرتغال 2-1 فرقه تقيله يعني فرقه ما تحسش ان هم على طول المرشحين ولكن ممكن تلاقيهم فجاه وصلوا فاينل فاتوقع ان هم هيعملوا حاجه البطوله دي. كابتن صلاح كان بيسال على المجموعات احنا عندنا ست مجموعات اول مجموعه المانيا اسكتلندا سويسرا المجر
تاني مجموعة اسبانيا كرواتيا ايطاليا البانيا، المجموعة الثالثة انجلترا سلوفينيا الدنمارك صربيا، الرابعة هولندا فرنسا النمسا بولند بولندا. دي أقوى مجموعة اللي هي هولندا الربعة. فرنسا النمسا بولندا. الخامسة بلجيكا سلوفاكيا رومانيا أوكرانيا، يعني دي هادية شوية. السادسة البرتغال تركيا تشيك جورجيا. أنا شايفنا أصعب واحدة اللي في إيطاليا وهولندا فرنسا إيطاليا النمسا بولندا ولا ألمانيا، لا ولا اسبانيا كرواتيا ايطاليا البانيا. بقول دي اصعب، دي اصعب حاجه دي يعني أصعب. انت عندك هنا مجموعتين اسبانيا الثانيه والرابعه، اسبانيا كرواتيا ايطاليا البانيا، انت عندك اسبانيا كرواتيا ايطاليا الثلاثه. الثلاثه ممكن يوصلوا لان البطوله دي بياخدوا احسن اربع توالد فممكن يوصلوا. يبقى انت عندك اول اثنين المفروض بيوصلوا واحسن توالد، احسن اربع توالد، والرابعه اللي هي هولندا فرنسا النمسا بولندا ايضا برضو ممكن تبقى مهمه جدا. هل صاحب الأرض دايما هو الفائز أو هو يعني هو من يستطيع أن يحرز البطولة؟ على مدار 17 بطولة للأسف لا، أو في حاجة اسمها يعني أو بعتقد خلاص بقت عقدة البلد المضيف، يعني يمكن اتحقق بس ثلاث مرات زي ما عرضوا في الكليبات اللي قبل الفقرة دي. أسبانيا في سنة 64 استضافت البطولة وخدتها، إيطاليا في 68 ثم فرنسا 84. غير كده كل الأبطال أو المنتخبات الأوروبية اللي نظمت البطولة ما قدرتش أنها تحافظ على اللقب في أرضها. واخيرا حتى يعني يمكن النسخة اللي فاتت لعبت ما كانتش دون أرض محددة، تلعبت على في أوروبا كلها، لكن لما جينا اللي كنا عارفين السيمي فاينل والربع النهائي والنهائي كانت هتلعب في ويمبلي، فإيطاليا على أرض إنجلترا للمرة المليون. بس في ثلاث بطولات المستضيفة وصل الفاينل وخسر، يعني 96 ألمانيا كسبت إنجلترا في إنجلترا، 2004 اليونان كسبت البرتغال في البرتغال، و2016 البرتغال كسب فرنسا في فرنسا في بس ده معناه ان احنا من 10 سنين كابتن صلاح لم مفيش ولا 10 نسخ، يعني مفيش ولا منتخب على يعني صاحب المستضيف او صاحب البطولة. الارض صاحب البطوله صح كده. المانيا ما اعرفش بقى، لا ممكن تكسر القاعده ممكن يكسر القاعده. المانيا هي المانيا واسبانيا اكتر منتخبين ثلاث مرات ثلاث كل واحد منهما ثلاث مرات حصلوا على اليورو. المانيا اسبانيا فرنسا تيجي بعدها مرتين، ايطاليا مرتين، ثم بقى البرتغال وهولندا والدنمارك. لا انا بقول لحضرتك انا شفت في الماتشات الوديه المانيا غير اللي شفته في الفتره اللي فاتت، يعني جابوا ناس جديده وعنده ابتدى عندهم سرعه وعايزين يكسبوا. ليه يا جماعه مش حاطين ايطاليا ايطاليا حامل اللقب الماضي؟ بس بقى بيفتقدوا الاسماء، يعني لو قلت لك يعني هو انا منتخب اللي انا مين او ثلاثه ما حدش عارف اسامي، يعني هو منتخب اللي انا نفسي اصلا يروح لباقي. زمان كان في روبرتو باجيو ديل بيرو على طول، في ما وصلش كاس العالم اللي فات السنه دي. لو قلت لك قولي نجم في ايطاليا ممكن الناس ما بس ده ليه سبب يا كابتن تامر استاذ الميس؟ غير طبعا اللي حاصل في الكره الايطاليه وفي يعني تعنت واضح من الاتحاد الاوروبي ضدها وانه المرتبات والعقوبات على الانديه الكبيره هناك وكل الكلام ده، في تقريبا 10 او 11 لعيب من التشكيله اللي فازت ب اليورو اللي فات او من العناصر الاساسيه او من قوام الفريق الرئيسي اختفت او مش موجوده في القائمه دي لاسباب كتيره جدا داخل الكره وخارج. يعني انت عندك خسرت تونالي نجم وسط الملعب ولعيب شاب اللي كان رايح من ميلان لنيوكاسل بحوالي 70 مليون يورو بسبب المقامره في اللعبه وكلام زي ده. خسرت بوجبا سوري انا اسف خسرت تونالي، خسرت مش لوكاتيلي، في حد تاني في نص الملعب، في لعيبه كتيره كانت المفروض تكون ضمن القوام ده واتصابت. فايطاليا السنه دي عندها حتى رفاهيه اقل حتى على مركز المهاجمين، يعني هو مش واخد مهاجمين يعني ما عندوش مهاجم صريح. طيب نشوف اللي بعده. بطل العالم هل يصبح بطل اوروبا؟ بالظبط، يعني بطل العالم كاس العالم يعني بالظبط كده. يعني مونديال المانيا سوري مونديال ايطاليا اللي كسبته المانيا في 90 راحت بنفس الجيل القوي خدت 92. كلنا نفتكر طبعا مونديال 98 واللقب الاول لفرنسا والثلاثيه على البرازيل زين الدين زيدان وطبعا اخر جون ايمانويل بيتي راحت لصدمه كبيره لكل عشاء المنتخب الايطالي في يورو 2000. كانت قاعده الهدف الذهبي تطبق لاول مره وتريزيجيه ذبح ايطاليا وحقق اليورو، فالجيل كان قوي 98 راح اخذ بعد كده حقق اليورو بعدها بسنتين. نفس القصه اتكررت في جيل اسبانيا التاريخ اللي سيطر على الكوره سنين طويله جدا في مونديال 2010 والفوز على هولندا ثم ذهب الى يورو 2012 وحقق اليورو بعدها على طول. اسبانيا افضل منتخب في لانه خد 2008 هو اخذ البطوله قبلها وبعدها يعني خد 2008 اوروبا خد 2010 مونديال ثم يورو وبعدين خد 2000 احسن موسم. مستقبل مين اصغر لاعبين بقى في يورو 2024 اللي هنبص عليهم؟
عندنا طبعا لا احنا عندنا لعيبه نتكلم على رونالدو. طالما حطينا برتغال مرشحين وحتى رونالدو لازم ناس برضو تعرف انه ناس بتتكلم على انه طب الراجل دلوقتي داخل على 39 سنه وليه بيتاخد. عايز اقول لحضرتك طبعا في عناصر مهمه وشفنا التشكيله حتى الاساسيه بتكلموا على وديه كرواتيا كابتن صلاح وكابتن تامر. كان لسه رونالدو واصل من السعوديه وما بداش اللقاء ولا لعب فيه. لكن هنا احنا بنتكلم على هل تتخيل البرتغال من غير رونالدو؟ مستحيل. على مدار حتى العالم كله بيتفرج على البطوله دي، لو انت شلت حتى لو حطيته بس طلعته بره القايمه حتى لو مش بيشارك قيمه تسويقيه والناس تتفرج على البرتغال بسبب رونالدو. طيب الراجل ده قبل البرتغال كانت ايه في كره القدم الاوروبيه؟ كان عندها بطوله وحيده، تاهلت لكاس العالم 3 مرات، تاهلت لليورو 3 مرات فقط، وكان لسه ما عندهاش لقب اوروبي. بعد كده بعد ما رونالدو جه تاهل لكاس العالم 6 مرات، بقت حاجه عاديه وبتروح لبعيد جدا في كاس العالم، تاهل يورو 6 مرات، وبعدين تحقيق اللقب عام 2016 في فرنسا اللي كان بيتكلم عليه كابتن تامر. ثم بعد الاتحاد الاوروبي ما ابتدى يعمل او ينشئ فكره دوري الامم الاوروبيه استاذ لميس او نيشنز ليج، اول نسخه ليها كانت من نصيب البرتغال. رونالدو ممكن يقود البرتغال للفوز باليورو ولا لا؟ ما هوش مرشح. لا هو هيكون متواجد لان هو في مستواه في السعوديه حاجه تحس انه شاب لسه، وهداف الدوري ولعب في نهائي مع الهلال وخسروا بضربات الجزاء الترجيحيه. لكن هو اللي انا بقول عليه هو عايز لسه، هو اللي عنده فبيجبرك ان انت تاخديه، بيجبرك. وزي ما ياسر قال القيمه التسويقيه بتاعت البرتغال بتعود لرونالدو، فهم لازم ياخدوه. وزائد ان هو ما بيبخلش بلعب او مجهود، ما بيبخلش بمجهود. ده ممكن يكون اخر امم اوروبا أكيد لرونالدو أمم. يعني ممكن يلحق كاس العالم، هو ممكن يلحق كاس العالم في 24 سنة. اكيد هيلعبه، ولكن 2028 هيبقى صعب. بس انا متوقع لرونالدو انه هيبقى من نجوم البطوله، لان رونالدو لعيب لغايه دلوقتي شفتيه في السعوديه يا لميس، عنده شغف وعنده عايز يجيب جون واثنين وثلاثه. فلما بيلعب في البرتغال، هو بيلعب اصلا في البرتغال بيلعب كسترايكر، واللي موجودين في البرتغال سواء راموس اللي بيلعب في باريس سان جيرمان او جوتا، الاثنين ما حدش يقعده. يعني رونالدو هو اللي هيلعب اساسي مع اللعيبه القويره اللي هم في نص الملعب في البرتغال. اعتقد ان رونالدو ممكن انت قلت هيبقى من نجومها، هيبقى اقوى بديل كمان يا كابتن تامر. نعم هيبقى اقوى بديل في البطوله. انت قلت هيبقى من نجومها، هيبقى اقوى بديل في البطوله. بديل انا متوقع انه هيلعب اساسي. بديل ولا يلعب اساسي؟ انا متوقع انه هيلعب اساسي. طب نشوف مين اللعيبه اللي هم الاصغر سنا بقى، اللي هو ما يطلق عليه بمستقبل اوروبا. طبعا عندنا طبعا بقى، يعني معلش برضه هقف عند اصغر لاعب. اذا كان الاكبر سنا هل عفوا لمقاطعتكم، الاكبر سنا هيكون رونالدو ولا في اكبر منه؟ ما اعتقدش في لعيب اكبر منه الا لو المنتخبات المغموره شويه في حد شارك. لكن هو بيبي بتاع البرتغال. لا في اكبر، بيبي معاه، بيبي اكبر من رونالدو 41 سنه. عنده 42 لامين يامال عنده 16 سنه، بيلعب فريق اول مع برشلونه ولعب معاهم في كل البطولات الاوروبيه، ودلوقتي بيلعب اول بطوله يورو ليج. 16 سنه بنقول عليه ناشئ او لعيب ناشئ. احنا عندنا في مصر 25 سنه بنقول عليه ناشئ، وبيدل علينا 24 سنه بنقول عليه ناشئ، مش عاجبه ويقول لك انا لسه صغير وبتضغطونيش اعلاميا. 16 سنه بيلعب اول يورو، ده اصغر لاعب طبعا مستقبل اسبانيا لامين يامال. وزئير امري نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي. وعندنا بقى بيتسوق في العمر 19 عام و19 عام كوبي ماينو اللي قدم في النص الثاني من الموسم، ادى كده اريحيه لجماهير يونايتد اللي كانت محبطه طول الموسم ان ده مستقبل وسط الملعب. واردا جولر اللي لسه ما شفناهوش بقميص ريال مدريد لكن كان بيقدم مستويات عاليه جدا، اللي ساهمت انه يروح ريال مدريد ويصمم انشيلوتي انه ما يطلعش اعاره ويكمل. واعتقد شكل تركيا الحالي منتخب مع اردا جولر كمان ممكن يعمل حاجه في البطوله دي. يا ريت القائمين على الكره المصريه يتفرجوا على اعمار 16 سنه 16 سنه. انت لو زودت عليهم انا لما بشوف ابراهيم عادل على الخط انت لو زودت على الاسامي دي بيلينغهام عنده 20 سنه بالظبط. بيلينغهام دلوقتي بينافس على احسن لعيب في العالم وعنده 20 سنه، واحنا لسه بنقول عليه ناشئ. هتتفرجوا على مين؟ يعني مين اللاعب اللي هتتفرجوا عليه؟ يعني البطوله دي فيها نجوم كبار. طب. كابتن صلاح صغيرين؟ لا عموما نفسي. لا انا بحب كريستيانو. وفي ايه امبابي وفي مين كمان؟ مودريتش هاري كين كروس هاري كين في بيلينغهام. في الرباعي، دول رباعي مميز جدا، الاربعه تالقوا يعني. اعلى قيمه تسويقيه لانجلترا طبعا انجلترا الصداره مليار و150 الف دولار، دي قيمه تسويقيه لعبت. اعتقد جزء كبير منها بيلينغهام لوحده انه تعدى ال 150 مليون دلوقتي قيمه تسويقيه، فهو يمكن واخد لوحده يعني يمكن 15% من القيمه التسويقيه لمنتخب انجلترا لوحده. فودن طبعا وانجلترا مدججه يعني. ناخد بقى راي سريع، اليورو مين هياخده في رايك كابتن؟ انا بقول صح. المانيا تامر. لو في حالته، لو كل منتخب في حالته، فرنسا بضم صوتي لصوت كابتن صلاح.
كله ألمانيا. مطلعها لانه ما انت مش حاططها في مش حاططها في عشان السكوادز هي عشان كده عشان هي مش اقوى عناصر لكن اللعيبه الصغيره مع لعيب زي موزيالا ان هو خلاص يبقى القائد مع اخر بطوله لكروس اعتقد على ارضهم كمان الالمان صعبين حصان الاسود اللي هيعمل لنا انبهار اسبانيا ما بين ثلاث فرق كرواتيا ودنمارك وتركيا انت قلت النمسا في الفاصل ما اعرفش ليه قلت لا نمسا قلت فرقه كويسه ممكن فرقة توصل كويس. بس انا في فرق حصان اسود واتمنى انها تعمل حاجه يعني المجر عامله تصفيات ممتازه وما خسرتش من ماتش عامله برضو سلسله لهزيمه بشوف صربيا برضو ممكن تكون حصان اسود كنت مراهن عليها في كاس العالم لكن كانت لسه الفرقه ما استوتش عندها لعيبه كويسه قوي فصربيا والمجر بعتقد ممكن يحطوا يعني اسمهم في الخريطه احنا هنتابع عموما كوره تانية خالص وبشكركم بشكر كابتن محمد صلاح كابتن تامر كابتن اسر حسين وبشكركم ونخرج فاصل دي كانت فقره الكوره طولنا شويه بعد الفاصل نرجع نشوف اخبارنا ايه